اوكي اوكي ولا يهمك. طيب سؤال للاشخاص اللي ما سمعوه في الخلف، السؤال هو عن السوشيال على السيرش انجن اوبتمايزيشن او تحسين البحث على مواقع السيرش انجن اجمالا. كيف شو السر بالموضوع؟ شو السحر؟ شو التكتيك؟ هل هي كلمات معينه، مفاتيح، كلمات مفتاحيه، كيوردز معينه اذا استعملناها فبالتالي بترفع الترافيك عندنا وبتجيب لنا ناس اكثر او لا؟ قطعا اجمالا انا دائما بحب اعطي البيسك، بعطي الاساس، اعطي الاساس واترك لكم انتم الابداع فيه، للجميع الابداع فيه. البيسك في الموضوع، في الموضوع هون في نهايه النهار احنا بنحكي عن ماركتنج، ادفرتايزنج، سيلز، بدنا هاي السيركل تتحرك. من وين بتجيب عليها الترافيك؟ من برا بهمش. اللي بهم انه الترافيك هذا مستمر والترافيك هذا صحيح. فهل انت بتشوف احمد موجود على الانستغرام، ولا هل احمد ببحث عنك على لينكد ان، ولا بيطلع لك على فيسبوك، ولا بتشوفه على تويتر؟ تفرقش ما دام انك بتجيب احمد، وبتجيب احمد بشكل مستمر. الان لموضوع السيرش انجن او السوشيال ميديا، في عندنا نوعين من هذا المحتوى من التسويق. عندك نوع بنسميه ديستراكشنال ماركتنج، وعندك نوع بنسميه سيرش دريفن ماركتنج، يعني تسويق من خلاله احنا بنشتت الجمهور، من ديستراكشن من اسمه، وتسويق اخر هو ببحث اصلا عن موضوع. الجوجل اجمالا والكيوردز بيجي تحت السيرش دريفن. ليش؟ لانه عميلنا او الجمهور المستهدف بيكون يبحث عن كلمه معينه احنا بنكون مستهدفينها في اعلان، فبالتالي لما يحطها بالبحث بنطلع قدامه. تمام؟ اي بينما الديستراكشن اللي هو مثل السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ديستراكشن، يوتيوب ديستراكشن. شو بصير؟ بنكون احنا عارفين من خلال الالجوريثمز تبعت السوشيال ميديا، عارفين توجه هذا الجمهور، مش يعني مش عارفينهم باسمائهم باشخاصهم اكيد يعني، بس بالمجمل عارفين مثلا انه احنا مستهدفين مثلا جمهور مثلا مهتم في قطاع التعليم، في قطاع الصحه، ببحث عن خدمات، بحاول يبحث عن جامعه. هاي كل المعلومات ما هي مخزنه على السوشيال ميديا الان، مش سر الموضوع وكلنا عارفين، صح؟ فبناء على معرفتنا في هذا الامر بنطلع له اعلان يدخله على الرحله هاي اللي حكينا عنها. الان اي احسن، سيرش دريفن ولا يعني اي احسن، جوجل ولا سوشيال ميديا؟ اي احسن، سيرش دريفن انه واحد بدور على محتوى او على كلمه بتتعلق في البزنس تبعي، ولا انا اطلع لواحد انا عارف انه اصلا هو مهتم في المجال هذا خليه يترك اللي هو اللي فيه ويجي يتعامل معي؟ الجواب على هذا السؤال نسبي، ولكن خلينا نخلي على بعين الاعتبار انه شخص عقليه الباحث دائما في سرعه، لانه احنا بنعيش بعصر اللي هو الانستنت اكسس على كل شيء، فاحنا متعودين على الوصول للشيء اللي بدنا اياه مباشر. بدك تتواصل مع صديق مباشره، بدك تكلم واحد في اخر الدنيا مباشره، بدك تعمل اوردر مباشره. فلما بيجي زبونك ببحث عنك في السوشيال ميديا عنده العقليه هاي. فاذا ما قدرت فعلا، عشان هيك احنا بنجهد انه كثير من الـ من الـ من الاعلانات، ممكن في حد هون من الاشخاص من الشركات جربوا الامر كان مكلف جدا بالنسبه لهم. ليش؟ لانه ما قدرش خلال 5 ثواني يجاوب على السؤال سالناه، السؤال السحري، انت وين رايح فيه، هل اكمل معك ولا لا؟ اوكي. طيب هاي بترك لكم الحكم طبعا انا بالنهايه، يعني هل تستعمل سيرش انجن يعني سيرش دريفن ولا ديستراكشن. شغله اخرى كمان، عقليه الباحث دائما بتحدد مدى الكونفرجن ويندو. شو الكونفرجن ويندو؟ اللي هو كم وقت نحتاج هذا الشخص حتى يتحول من مش عميل لعميل. هاي الكونفرجن ويندو. الشخص اللي بده الخدمة الآن، بده مثلا ينقل على بيت جديد خلال شهرها، بروح ببحث اليوم ببلش، صح؟ طب شو بالنسبة للشخص اللي حينقل كمان 10 شهور؟ مش راح يبحث اليوم، صح؟ فالمعلنين شو بيعملوا؟ بيقولوا اوكي احنا راح نستهدف السيجمنت او الجهه اللي بتبحث الان عن الموضوع. فعشان هيك شو بصير؟ هاي الجهه او الفئه اللي بتبحث عن الامر اللي انت فيه الان في بزنسك نسبيا قليله نسبه للجهه الكبيره اللي حتحتاج خدمتك خلال 6 شهور الجايه. ونسبه المنافسه على هاي الجهه اللي انت الان بدك اياها كبيره، لانه كثير انت ومنافسينك وغيركم نفس الكيوردز ونفس الجهه، فبتلاقي التكلفه عاليه. مقابل السيرش، مقابل الديستراكشنال ماركتنج اللي هو بالطريقه هاي السوشيال ميديا، انت بتوصله قبل ما تصير الحاجه الان صارت، قبل ما تصير انيه، وبتبني معه علاقه، بتقدم له خدمه، بتكون عملت شورت كات سبقت فيه عملائك منافسينك. هي شورت كات تسبق فيه منافسينك،
لحد انه لما يجي محتاج الخدمه هو لا هو محتاج له على جوجل ولا غيره، هو الدايركت بيجي عندك. ليش؟ لانه هو اوريدي مش بس ايديوكيتد عن منتجك، وانما ايضا هو بيقدر الجهد اللي انت اعطيته اياه في جعله سعيد من خلال المحتوى اللي يعطينا اياه. تمام، وضحت الصوره ولا بنحب تطرحوا مثال اخر فيها؟ تمام اعتقد يعني وصلت الصوره. طيب شكرا.